سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي صلى عبد الله. اللي الإله أرسله على الوجود ولا بالعدل يأمر وينهي من ظلم خلق الله، وسن لينا السنن بالحكمة والتشريع، واللي يطيع الرسول يبقى أطاع على عيني.
رسول الله حي الله يا كريم، الله يا عظيم، الله
مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعيش معاكم ليلة من أجمل الليالي، ليلة ميلاد الهدى، ليلة ميلاد خير البرية، أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على من يقول أمتي أمتي يوم القيامة. كل سنة وانت طيب يا طارق. كل سنة وانت طيب يا سماح، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية والعربية بألف خير يا رب. يعني نحن في حضرة مولد ذكرى خير الأنام سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، حين تبارى الشعراء في حبه وفي وصفه. يقول الشاعر هنا: صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك لهيب الحب في القلب كما الإعصار. شاعر عبد العزيز جويدة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أعتقد أن النهاردة في حضرة ذكرى مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام، حينما تحدث ووصفه رب العزة عز وجل وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم تحدثت وسئلت أم المؤمنين سيدة عائشة وقالت وسئلت وقيل في سؤال يعني كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت أم المؤمنين: إنه كان كالقرآن يمشي على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اعتقد ان النهارده في احياء لذكرى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا في حاجه لخلق الحبيب، ثم قال: ادبني ربي فاحسن تاديبي. صحيح. النهارده الحقيقه طارق هنتعرف على العديد من الصفات اللي لابد ان احنا نقتدي بيها، مفيش افضل من المثل الاعلى للبشريه اجمع وهو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لنقتدي بيه. هنعرف كمان فضل الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام ومكانه آل البيت في قلوب كل المصريين. النهارده الحقيقه معانا مجموعه كبيره جدا من الفرق، هنستمع لاحلى الكلام ومدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده صحيح هيكون معانا فرقه مداح القمر وفريق انشاد ديني بني الزهراء، وعندنا فرقه اندونيسيا للانشاد الديني، والتنوره الصوفيه اللي شفناها الحقيقه بحييهم بشكرهم جدا. وهيكون معانا كمان يعني من روح هذه الحلقه محبه اهل بيت الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في مصر، الحقيقه ليها كده قدسيه خاصه أكيد. عندنا طيب احنا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نعود مع حضراتكم باذن الله عشان نستكمل هذه الليله العطره في ذكرى مولد خير الانام سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي. الليلة المحمدية هي ليلة بتتجلى فيها الروحانيات على كل العاشقين والمتبعين لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بيشرفنا بالحضور فضيلة الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وأيضا تلميذه المبتهل والحاصل على جائزة العالم في حفظ القرآن الكريم، عبد الرازق الشهاوي. اهلا بيكم معانا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بيك فضيله الشيخ، وكل سنه وكل مصر والامه الاسلاميه يا رب بألف خير في حضره مولد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني وكأن القلوب هي التي تتحدث. نعم. يعني حينما بدأت في مقدمه الحلقه تحدثت عن أن المولى سبحانه وتعالى وصفه بأنه على خلق عظيم. نعم. ونحن في أشد الحاجة إلى خلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. إذن هنا الخلق هو قلب وروح الإيمان. نعم. ودين الإسلام. يعني بماذا تفسر فضيلتك هذه يعني كل يعني مؤشرات أنها تتحدث عن الأخلاق الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأشرفان الأنوران الأعطران
على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا عليه وعلى آله وأصحابه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، اللهم أمين. بداية أهنئ حضرتك وأهنئكم جميعا وأهنئ السادة المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلعت بمولد والد الزهراء شمس الهدى وطوالع السراء، وبنوره اكتست العوالم بهجة، وسرى نسيم الأنس في الأرجاء. حق لنا أن نفرح بسيدنا رسول الله، وحق لنا أن نسعد بسيدنا رسول الله، فهو الذي شرفنا وهو الذي أسعدنا بين الأمم بأن جعلنا الله من أمته، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من فرح بالنبي فرح النبي به، ومن سعد بالنبي سعد النبي به، ومن أحب النبي أحبه النبي، ومن عشق النبي عشقه النبي، ومن اشتاق للنبي اشتاق النبي له، من أحبه حشر معه، أنت مع من أحببت في الجنة. دعونا في هذه الليلة المباركة في ذكرى ميلاد خير الورى صلى الله عليه وسلم أن نؤصل لقيم الأخلاق. نحن الآن لسنا في أزمة أرزاق لأن الرزاق هو الله، إنما نحن نعيش في أزمة أخلاق. ما أحوجنا أن نعود بأخلاقنا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله يقول له في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. علماء التفسير لما فسروا الآية قالوا إيه؟ قالوا لعلى خلق عظيم، أي أن أخلاق رسول الله عظيمة. ومنهم من قال أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم علت على كل الأخلاق، ولم لا؟ وهو القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي. ربنا يقول لسيدنا موسى في القرآن ولتصنع على عيني، ويقول لسيدنا النبي إيه؟ فإنك بأعيننا، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. أما الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه، فبعث بالأخلاق، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. سيدنا النبي يمشي في مكة في يوم من الأيام وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فيقابل امرأة عجوز، فهذه المرأة تحمل الحطب، فيحمل النبي لها الحطب ويوصلها إلى بيتها ويقول عنك يا أماه. ثم تقول له المرأة يا بني لا أجد من الكلمات ما أشكرك به إلا أني أوصيك وصية. قال أوصني يا أماه. قالت طلع بمكة رجل يسمى محمد، إياك أن تتبع هذا الرجل. فإذ بسيد الخلق يبتسم ويقول لها أنا محمد يا أماه، فتقول أنت هو؟ فيقول نعم، فتقول أشهد أنك حقا رسول الله. بأخلاقه هدى الله المرأة للإسلام، لم ينتشر الإسلام بالسيف وإنما بالأخلاق المحمدية بالشمائل المصطفوية، صلوات ربي وسلامه على خير البريه. الطفل المبتهل عبد الرازق الشهاوي هو حاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم على مستوى العالم. ألف مبروك يا عبد الرازق، ألف مبروك. احنا عايزين بقى مشتاقين ان احنا نسمع صوتك الجميل، وما احلى صوتك الجميل مع مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بها وسلم وزد وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. يعني هنروح لفرقة الإنشاد الديني بني الزهراء. برحب بيكم كل سنة وانتم بألف خير يا رب. سمعونا ايه ان شاء الله. تفضل. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله يا بدرا أتم ويا نورا على الإيجاد عم، وميلادك إلى الأعياد عيدا، وفجرك قد محى ظلما وغما. أشكركم على حسن استضافتكم يا فندم. أشكركم إحنا كمان. تفضل تفضل. أضاءت الأرض نورا يوم مولده، وأصبح الكون من أنفاسه عطرا. هذا الذي نارت الدنيا بطلاته، وسره في قلوب العارفين سرى، وأخبروا أمه أن الذي وضعت مولود حسن سنا يخجل القمر. هذا نبي كريم كحيل زانه شرفا لأجله تكرم الأيتام والفقراء. الله يشهد والملائكة تشهد أن الذي حاز الجمال محمد. الله والملائكة تشهد أن الذي حاز الجمال
الله أكبر زادنا أنوارا وكل حي بالمسرة سارا يشتو بميلاد النبي الأشعار ولد النبي فمرحبا بمحمد الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الجمال محمد نزلت ملائكة السماء تنادي اليوم ولد النبي فمرحبا بمحمد الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الجمال محمد رب السماء بمحمد علاك هيهات يرقى العلا لعلاك صلوا على باهي الجمال محمد الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الجمال محمد وافوا به الأقطار والأمصار والكل في حمل النبي تبارك ليمتعوا بجماله ولد النبي فمرحبا بمحمد الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الجمال محمد ربي سألتك بالذي شيئا في الوجود نراه يا رب لا تحرمنا من رؤياه هو صاحب الجاه العظيم محمد الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الجمال محمد وعليك صلى الله غالب أمره تدد موجود الوجود بأسره بالله يا سامعين لمدحي صلوا على باهي الجمال محمد الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الجمال محمد الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الجمال محمد الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الجمال
الصلاة والسلام. أشكركم شكرا جزيلا يعني فريق الإنشاد الديني فريق الزهراء، وبشكر فضيلتك مولانا يعني كنا عايزين نستزيد من علم حضرتك، وبشكر فضيلة الشيخ عبد الرازق الشهاوي، بشكرك شكرا جزيلا. كل سنة وحضراتكم بألف خير. حضرتك بخير، كل عام وانتم بخير. حضرتك طيب. ما زلنا مع حضراتكم في هذه الليلة العطرة نتنسم أجمل الذكريات لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد حسن على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ما زلنا في حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذكرى مولده العطرة، يعني بنتكلم على دروس مستفادة كتيرة جدا من صاحب يعني هذا الحضور الجميل والراقي والمستمر إلى أن تقوم الساعة وما عليها، وهو الشفيع المشفع إلى يوم القيامة، حتى أنه يعني حينما سأله المولى عز وجل يعني ماذا تريد يا محمد، قال أريد الشفاعة لأمتي. يعني ما فيش أجمل من كده وما فيش أفضل من كده أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لنا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ما زلنا في سيرة الحبيب العطرة. اسمحوا لي أرحب بضيفي وضيف حضراتكم فضيلة الشيخ محمود الأبيدي من علماء وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. طيبة والأمة الإسلامية بخير. ربنا سبحانه وتعالى كلم العديد من الأنبياء والرسل في القرآن الكريم، واستخدم اسم الرسل والأنبياء مباشرة باستخدام يا النداء. يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى إنني أنا الله. لكن لما كلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان قبلها لقب، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي. هل ده نقدر نقول عليه أن هو تكريم ومكانة لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن تكريم الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم أن سبق مولده الشريف ببشارات متعددة ورسائل ربانية للإنسانية، ثم في لحظة فارقة للعالم والإنسانية بأسرها جاء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون حدا فاصلا بين عهدين، عهد الشرك إلى عهد التوحيد، عهد الظلام إلى عهد النور، عهد الظلم والجور إلى عهد العدل والاستحقاق. فكان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة فارقة في حياة الإنسانية. وأما الخطاب النبوي أو الإلهي النبوي، خاطب ربنا تبارك وتعالى سائر الأنبياء والمرسلين باسمهم مجردة، كما أشرت حضرتك، حتى الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أما رسول الله فلم يسبق خطابه إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولما تحدث عنه باسمه صلى الله عليه وآله وسلم قال وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وهذا تكريم وتعظيم وتشريف من الذات العلية، حتى أن الله جل وعلا أصبغ على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاه صفات هي من أسماء الله عز وجل. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ودي من أسماء الله عز وجل. هذه الصفات لحضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لتبين للإنسانية أنه جاء من أنفسكم استجابة لدعوة الخليل إبراهيم. بس حضرتك شوف كده، هو صلى الله عليه وسلم من أنفسنا ومن أنفسنا، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يوصفه بالرأفة والرحمة وهي أسماء الله عز وجل وأسماء من أسمائه الحسنى، إذن أعطاه الله جل وعلا ما لم يعطه لأحد من العالمين. هذا يدل دلالة واضحة
على أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خير وشرف وكرم في نفسه وذاته وصفته أن يكون منفردا. ولذا قال في حقه الشاعر: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن تعالي حضرتك في الليلة المشرفة والمكرمة ووسط هذه النورانيات، أنا كنت فاكر أن مصر دي عندها عبقرية في حب سيدنا النبي وفي حب آل بيت النبي، بأنها تعطي أهلها من الأزاهرة فقط. لكنني الآن بعد حضوري لمجلسكم الموقر أصبح لدي الآن أن مصر بعبقريتها وأزهرها الشريف تجوب وتودع حب سيدنا النبي في قلب العالم. صحيح. والدليل صحيح. هذه الفرقة الإنشادية الرائعة صحيح. التي أتت إلى مصر الأزهر لتتعلم كيف تمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يفتح عليك مولانا. يعني حب النبي مش عايز أقول في جينات المسلمين والمؤمنين، وده قولا واحدا، والمصريين وحب آل البيت لهم الحقيقة يعني ده لهم مكانة خاصة متمكن. وشديدة الرقي والرفعة يعني الله يسلم وبارك. أمن وأمان مصر. نعم. يعني اسمح لي نستمتع برحب طبعا بفريق الإنشاد الأندونيسي، يعني برحب بيكم، كل سنة وانتم طيبين. هتسمعونا حاجة، عايزين نسمع منكم حاجة. تفضل تفضل. أقبل علينا وهنانا به أتانا رسول الله للدين حقا هنانا لدين حقا هنانا شهر به ولد الهدى شهر به ولد الهدى شهر به ولد الهدى فانجلى عنا الردى بقدومه نلنا القبول بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا سبحان من قد أعطانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا به أتانا حبيب الله به أتانا رسول الله للدين حقا هدانا لدين حقا هدانا شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول بقدومه نلنا القبول بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا سبحان من قد أعطانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا وهنانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا وهنانا به أتانا حبيب الله به أتانا رسول الله للدين حقا هدانا للدين حقا هدانا أحسنتم أحسنتم جميل جميل. احنا الحقيقه بنشكر فرقه اندونيسيا. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم. يعني فضيله الشيخ بنعود لسيره حضره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبنتكلم على خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويعني انا بتوقف كثيرا عند معاملته مع الكفار ومع اليهود
في ذلك الوقت، وكان يعني شديد الأدب وشديد الحياء. وأنا أعتقد أنه ده كان من أسباب يعني صدق النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته وتبليغها وتوصيلها، حتى فيما كان ينزل عليه، فيما قبل كان ينزل عليه الوحي، كان بيسمى بالصادق الأمين. صحيح. في مكة المكرمة. صحيح. فضل. من الإضافات الحقيقية ومن أوجه التكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ذا خلق، ولذا كرمه ربنا تبارك وتعالى بوصفه وإنك لعلى خلق عظيم. وعظمة هذا الخلق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى في سائر المجتمعات، وليس المجتمع الإسلامي فقط، وإنما في سائر المجتمعات الإنسانية، قواعد القيم الإنسانية والأدوات التي بها يستطيع الإنسان أن يتعايش مع كل شيء حوله في الكون. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤمن الشجر والحجر والطير والحيوان والإنسان. فربنا سبحانه وتعالى يقول له في القرآن: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أنت حضرتك لما بتروح الحرم النهاردة وتبقى محرم، يحرم عليك الصيد، ويحرم عليك القتل، ويحرم عليك قطع الأشجار. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهديه ليؤمن كل شيء في الكون. سيدنا النبي أستاذنا كان بيحب الحياة، وكان بيتوقف عند أصغر نعم الحياة، فكان حضرة النبي يحب الفاكهة في البشاير وهي لسه جديدة. نعم. وكان يحب الأطفال. نعم. ومداعبة وملاطفة ومحادثة ومغازلة الأطفال. فكان لما تجيله الفاكهة في البكورة الجديدة وهي لسه طالعة، يأخذها صلى الله عليه وسلم وينظر إليها نظرة متأنية، ثم يشمها بأنفه الشريف، ثم يمررها على عينيه، ثم يمررها على شفتيه، ثم ينظر إليها، ثم يعطيها لأصغر طفل في المجلس. هذا إشارة إلى حب الحياة. وحينما تحب الدعوة الحياة يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أرسى إلى أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. الناس اللي عايزة تقول إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلى الملتزمين يكشروا كده في وش الناس ويعمل 111 في وشه ويقول لكل الناس ورد ما وردش، حرام حرام حرام، ويقلق حياة الناس، ما هكذا يا سعد طورة للإبل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا في كل شيء، كان ودودا، كان بشوشا، كان رحيما، كان ذا زينة، كان بهي الطلعة، كانت رائحته جميلة. بيّن أن الله جميل يحب الجمال، بيّن أنه يجب على الإنسان أن يهندم مظهره، ومن أراد أن يهندم مظهر الإنسان فإنه يبني بداخله فروسية في الروح، ويبني جمالا ونبلا في الأخلاق. صلى الله عليه وسلم جاء لإرساء هذه القواعد والمعاملات حتى مع غير المسلمين. صحيح. وما حديث الوليد بن المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يخفى على السادة المشاهدين، ودليل على أدب رسول الله وتأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه راح يسومه على أنه يسيب الدعوة. نعم. ويسيب الرسالة. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ودودا، وكان لطيفا، وكان رؤوفا كما وصفه ربه، وكان رحيما كما قال عنه القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، ايه دورنا تجاه رسولنا الكريم وخاصة لكل من يسيء اليه، وازاي نقدر ان احنا كمان نوصل رسالته للعالم اجمع؟ دورنا، هل دورنا احنا كاعلام ولا دور حضراتكم كعلماء ازهر؟ دورنا جميعا متداخل ومتشابك ومتواصل في ان نستلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده العطرة، ان نسترشد من سيرته ومن سنته كيف ندرك اللحظات الفارقة في حياتنا، لان وجود النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده الشريف كان لحظة فارقة في حياة الناس. فعلينا ان نتوقف بدقة مع هذه اللحظة في ذكرى المولد، لنرى كيف ندرك هذه اللحظات بالقوانين التي سنها رسول الله، زي قانون الحركة، قانون التخيل، قانون المبادرة، قانون المسارعة في فعل الخيرات، ثم نتخطى العوائق والمشكلات مستلهمين بذلك من قوة وسند ومدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو كان كذا وكذا فعلت كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان لنبني آفاق المستقبل ونشيد آفاق هذا الوطن ونعلي رايته ونعلي من شأنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فضيلة الشيخ، ونحن نستحضر عظمة
أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الجميلة والاحتفال غدا بذكرى مولده. يعني أعتقد أن احنا في أحمس الحاجة لاستحضار خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به في أيامنا هذه حتى يعني نمر من أزماتنا إن شاء الله بحضرة صاحب الجلال والإكرام حبيبنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو لو احنا عايزين نطلع من أزماتنا نصلي على سيدنا نصلي عليه أفضل الصلاة والسلام. أشكرك شكرا جزيلا لحضرة الشيخ ويعني مهما قلنا وفعلا الأوقات الحلوة والسيرة العطرة ما بتاخدنا في الوقت سريعا جدا كده تكون خلصت حلقة النهاردة من ذكرى مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا سماح. كل سنة وانت بخير. فضلت الشيخ كل سنة وحضرتك طيب. رسولنا الكريم رحل عن دنيانا بجسده ولكن بتظل رسالته خالدة إلى يوم الدين. صلوا على من يقول أمتي أمتي يوم القيامة. كل سنة وحضرتكم بخير. دلوقتي هنشوف مع بعض فرقة التنورة. كل سنة وانتم طيبين. بنوعد حضراتكم في سهرة مستمرة إن شاء الله ومجموعة جديدة على القناة التانية. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضراتكم بخير. نشوف مع حضراتكم في فرقة التنورة. تفضل. وجهه حسن على النبي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة والجبهة شمس وساطعة والكحل رباني ولاي في الرموش وإن النيليل إن النيليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن سيدنا النبي جد الحسن وتملى في الوجه الحسن اسنان وشق طلي ما منه نور وريقه عنبر والعرق مسك الزهور والشعر ناعم منبته فوق الجبين ابيض منه بالعدد يدوب 20 بالطوب الابيض كان حاكم مصر بهادي ابطي هادي والنبي قبل الهدية وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه الكف ناعم إنما القبضة قوية طالب حياتك يا نبي وكفك شريف لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف بيتكلم على مهله وصمته كلام ويبكي بحرقة والضحكة بالابتسام صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن صلي على سيدنا النبي جد الحسين ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين أدى الرسالة وتمها بين اليومين صلي